في هذا الفيديو سوف يتصفح قائمة الجنرال سيتينج، المواصفات العامة للجهاز. هنا ينطيني النوع السي تي او التسييت، نسبة التحويل للسي تي في هذه الصفحة. سيارة الابتدائي راح يبدي غيره اللي هي عدة 300 الى 1 امبير او الى 5 امبير، 300 الى 5 سوف يقوم بتغييرها عن طريق الاسهم واستخدام زر الانتر كما تلاحظون في ابهام اليد كيف يستخدم المفاتيح. هنا تيار الريزيجوال، شنو نوع السي تي الموجود عليه راح يغيرها حسب النوع الموجود مربوط في دائرة القاطع أو حول الكيبل. يبدي يكمل بقية الإعدادات كما تلاحظون. اللغة مو انجليزية هنا للجهاز، ولكن هذا مثال على استخدام مرحل الحماية وكيفية التنقل والدخول إلى الحمايات والضبط الموجود في داخل الواجهة الأمامية لمرحل الحماية. المفروض احنا نسجل في الموقع ولكن الظرف ما سمح لنا، فاستخدمنا في فيديو موجود جاهز في اليوتيوب وغيرنا فقط عليه. هنا الاي بيس يا اما تخليها نفس البرايمري مال السي تي نفس القيمة، او تخليها نفس قيمة الحمل، اعلى حمل عندك فتخليها، فدائما خلونها بقيمة البرايمري للسي تي. عند الانتهاء اضغط على انتر واكمال المهمة. اتنقل بالاسهم هكذا، اضغط على السهم الاسفل واضغط على زر الابلاي.